متجهة للمشاركة في كأس العالم للأندية، الأجواء، الروح المعنوية، قائمة الفريق، وأبرز اللقطات اللي أنت بالتأكيد رصدتها منذ أن تواجدت في صباح الباكر مع الفريق. طيب خليني أقول لك، يعني إن شاء الله يا محمد خلال 25 دقيقة من دلوقتي هتكون طائرة النادي الأهلي الخاصة في اتجاهها لقطر عشان تشارك في مونديال الأندية، بطولة كأس العالم للأندية اللي كان مفتقدها جمهور النادي الأهلي بشكل كبير جدا على مدار فترة فاتت، وأجواء هذه البطولة تحديدا أجواء مميزة جدا. لكن خليني أقول لك يا محمد إن كل البعثة موجودة، 68 فرد دي بعثة النادي الأهلي بالكامل، لاعبي النادي الأهلي موجودين كلهم طبعا في زي موحد للبعثة بشكل كامل، وأمر يليق جدا بالنادي الأهلي وجماهيره بشكل مميز. فبالتالي دي امور جيده جدا في الحياه. لكن الامر الجيد يا محمد وللفت النظر هو تواجد وليد سليمان مع بعثه الفريق وحرصه الشديد على مؤازره لاعبي النادي الاهلي من هناك في كاس العالم للانديه. ووليد زي ما انت عارف طبعا يا محمد واحد من كباتن النادي الاهلي المميزين جدا، وللاسف الاصابه هتبعده عن هذه البطوله. كنا حابين جدا ان عنصر مميز وقوي وفعال في صفوف النادي الاهلي يكون متواجد، لكن ده قدر، واكيد حاجه يعني ممكن يكون وليد زعلان عليها شويه، لكن هو كان مصر قوي ان هو يكون متواجد مع البعثه في رحلته. ما تعرفش الخير فين، الله اعلم. لسه عندك توقيت كمان للاستبدال، انت لسه عندك 5 6 ايام بالظبط، فان شاء الله لسه كل الفرص ممكنه لكل اللعيبه. لسه في تدريبات ومحدش عارف ايه اللي هيحصل، لكن في كل الاحوال تواجد وليد ده امر جيد. الكل عنده حاله من التفاؤل الكبير يا محمد، وده امر مهم قبل رحله مهمه. لكن خليني اقول لك برضو الاكثر اهميه دلوقتي هو الحديث فقط على مباراه الدحيل القطري. انت عارف يا محمد الاهلي باذن الله في حاله تاهله وتخطيه عقبه الدحيل هيقابل فريق بايرن ميونخ، لكن البعثه بالكامل مش شاغلها الامر ده اطلاقا، الكل مركز على المباراه الاولى بس دون التفكير اطلاقا في من النادي الاهلي في دور نصف النهائي. فده امر مميز ايضا وامر مطلوب جدا عشان تقدر باذن الله تعالى تؤدي مباراه كبيره، ومن ثم تقدر تفوز وتتاهل لملاقات فريق بايرن ميونخ. فالحديث كله فقط عن المباراه الاولى، لكن بشكل عام زي ما قلت لك في حاله من التفاؤل وحاله من التركيز في نفس الوقت عند اللاعبين، وعارفين المسؤوليه الملقاه على عاتقهم لاسعاد جماهير النادي الاهلي خصوصا في بطوله مهمه زي دي. خليني اقول لك كمان ان تقريبا كل الفرقه دي اول مره تشارك في بطوله كاس العالم للانديه، الا ما عدا مثلا سعد سمير شارك قبل كده، حسين شحات شارك مع العين الاماراتي البطوله قبل السابقه. لكن بالتالي ده امر ايضا من الامور اللي بتدي دافع للاعبين بشكل كامل عشان يكتبوا اساميهم بحروف من ده في تاريخ النادي الاهلي. هم خلاص هم في الحقيقه فرحونا بشكل كبير جدا من خلال فوز باهم بطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن في كل الاحوال عندهم الطموح وعندهم التمنيات لتحقيق نتائج مميزه في بطوله كاس العالم للانديه باذن الله تعالى. هل اتكلمت مع بيتسو موسيماني افراد الجهاز المعاون جهاز جنوب افريقي؟ وعايز اقول لك يا امير النهارده السوشيال ميديا ووسائل الاعلام في جنوب افريقيا تحديدا ما عندهاش اي كلام او اي اخبار الا على سفر بعثه الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه. مدى اهميه ده بالنسبه له بالنسبه لبيتسو موسيماني وردود افعاله لما يشوف الاعلام في افريقيا كله بيتكلم على هذه الرحله والمشاركه الثانيه لبيتسو والمشاركه السادسه لفريق النادي الاهلي؟ طبعا بيتسو موسيماني بالنسبه له البطوله دي شيء خاص جدا على المستوى الشخصي، هي ثاني مشاركه بالنسبه له بعد ما كان شارك مع سان داونز في 2016. فبالتالي هو يعني حابب جدا ومتحمس ومتحفز بشكل كبير ان هو يقدم بطوله كبيره من خلال اداء مميز للنادي الاهلي ونتائج جيده بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. خليني اقول لك بس يا محمد في هذه اللحظات، وده امر مهم جدا، ان الكابتن محمود الخطيب وصل خلاص للمطار القاهره الدولي وتحديدا طالب كبار الزوار، وخلاص خلال دقائق تحديدا هيتم يعني استقلال الطائره في الاتجاه ان شاء الله للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. لكن بما رجعنا طبعا لمستر بيتسو موسيماني، الراجل قاعد هو وجهازه المعاون يعني مركزين بشكل كبير. يعني خليني اقول لك التركيز دلوقتي مش في المباريات على قد التركيز في التجهيزات ما قبل المباريات بشكل النادي الاهلي، الاستراتيجيه اللي ممكن يلعب بيها النادي الاهلي هذه المباراه.
فالامور في الحقيقه ماشيه بشكل اكثر من رائع، وباذن الله تعالى الاهلي يكون موفق في هذه البطوله باذن الله. طيب امير، انتوا في هذه اللحظات في صاله السفر ولا خلاص طلعتوا على الطياره؟ لا احنا لسه في صاله السفر، خلال يعني دقائق من دلوقتي اعتقد ربع ساعه او ثلث ساعه بكثير نكون متواجدين في الطياره، يعني هيتم التحرك الان تحديدا يا محمد وانا بكلمك ان شاء الله للطائره على طول. عايز اقول لك، انت اول ما تركبوا الطياره اول حاجه هتشوفها هتلاقي بيتسو موسيماني فتح اللابتوب وابتدى يتفرج على المباريات، وما عندوش حاجه يعملها طوال الرحله حوالي 3 4 ساعات الا ما يكون هيتفرج على مباريات ويبدا يتكلم في الكوره، وحياته كلها كوره يا امير. طبعا الراجل بيحب الكوره جدا، عنده شغف كبير، حتى لو هو حقق طموح يا محمد معين، لا الراجل عنده طمع كبير جدا في تحقيق كتير ذاتيه بالنسبه له مميزه، وفي نفس الوقت ان هو يعني يحقق انجاز كبير مع النادي الاهلي بعد ما حقق انجاز في دوري ابطال افريقيا، بطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي، لكن الراجل شغف دائم بالنسبه له في كيفيه تحليل اداء الفريق اللي هو بيمرنه، كيفيه كمان تحليل اداء الفرق اللي هيقابلها، وده امر مهم. الراجل بتاع شغل من الاخر يا محمد، بيركز كل دقيقه وكل تفصيله صغيره، هو وجهازه المعاون بالكامل طبعا، ده امر مميز جدا في الحقيقه. أكيد زميلي العزيز أمير هشام، أنا بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله توصلوا بالسلامة، وكل البعثة الرسمية والوفد الإعلامي إن شاء الله الفترة الجاية نكون في تغطية خاصة وحصرية، وكل الأخبار وكل المشاهدين يعرفوا كل الجديد من خلالكم يا رب خلال الفترة الجاية ولغاية 11 فبراير بإذن الله يا أمير. الله بإذن الله يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا، من التوفيق للأهلي بإذن الله. شكرا جزيلا. طبعا كان كلام مهم جدا.